Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre les fonctions des pronoms relatifs. Alors, déjà, avant, يعني قبل, nous avons appris, les pronoms relatifs. أخذنا les pronoms relatifs simples et composés. ولكن اللي أخذناه مش داخل في الامتحان أو مش مطلوب في المادة هاي، المطلوب اللي هو الفونكسيون بتبعتهم، اللي هي الوظائف بتبعتهم. ما كنا نقدر نتعرف على الفونكسيون بتاعتهم بدون ما نحن نتعلمهم، لذلك احنا شرحناهم في الثلاث دروس السابقه لبخنون غلاتيف. اليوم راح نشرح الفونكسيون بتاعتهم. الفونكسيون بتاعتهم اللي هي الوظائف بتاعتهم هي اللي هتكون مطلوبه معنا في الماده هاي. تمام؟ اوكي. هلا بالنسبه للبخنون غلاتيف، احنا حكينا انه في عندنا البخنون غلاتيف، اسمحوا لي شويه لو طبعا اللي هم طبعا شويه بس بعد اذنكم موديل. اوكي. طيب عندنا معروف اللي هي البخنون غلاتيف عبارة عن كي، عندنا سامبل والكومبوزي، عندنا كي كو كوا دون او اتسيتيرا. تمام، هلا بنفتحهم بتشوفهم كلياتهم. تمام، اوكي، نتعرف على الفونكسيون بتاعتهم. اول شيء اللي احنا بنحب نعرف عن البخنون غلاتيف بالنسبة للفونكسيون، خلينا بس نفتح هاي الصفحة وين راحت. اوكي اوكي هاي الصفحة، هاي هاي البخنون غلاتيف كلها موجودة هنا اللي بنشتغل عليها. أول شيء بحكي لنا إنه لي بخنون غلاتيف غومبلاس توجور أن نو و أن بخنون بلاسي أفون لوي، دائما بيجي بيحكي أو بيستبدل الكلمة أو الاسم أو الضمير اللي جاي قبلها. على سبيل المثال كي هي بتحكي عن سو، كي طبعا هنا كي تحكي عن سو، كي هنا مستبدلة الشخص اللي كان طبعا موجود هنا. تمام، فإما هي بتستبدل الشخص اللي قبلها أو الاسم اللي قبلها أو بتحكي عنه نفسه. تمام؟ أوكي. طب تعالوا نشوف الفونكسيون بتاعته. هلا أول شيء بحكي لنا كي غالبا بتكون سوجي. كي دائما بتكون سوجي. أوكي. تعالوا نتعرف نشوف كيف كي بتكون سوجي. هلا بحكي لنا روغاردي لوازو، انظر إلى الطائر. تمام؟ كي فولتيج. طب كيف هي السوجي؟ ليش انا بدي اعرف انه هي سوجي؟ يا جماعه بدي احكي لك شغله، بعد كي دائما فعل، فالفعل دائما ما قبل الفعل هو فاعل، ما قبل الفعل هو الفاعل، فما قبل الفعل ما قبل الفيرب هو السوجي، فبالتالي عندي فولتيج. تمام، شوفي قبل الفولتيج، هي الفولتيج معناها يرفرف، طبعا هي الفعل، فقبلها كي، قبل كي، فبالتالي انه كي هي السوجي. اذا بدنا نشيل كي بتصير الوازو فولتيج، الطائر يغرد. طب ما الوازو هي السوجي، فولتيج فيرب، الوازو هي فاعل، كي فاعل. طب الان بما انه الوازو فاعل فكي بتحكي عن وازو، فكي هي بتاخذ نفس وظيفه الوازو يا جماعه. تمام، اوكي، تعالوا نشوف اللي هو مثال ثاني على الموضوع هذا. هاي مثال اول على كيف كي بتكون سوجي. طيب بدنا نشوف الان، بدنا نشوف عندنا مثال ثاني. اوكي، كي وين الفونكسيون. اوكي الان لي فام، هاي بدي اخذكم مثال هنا واحطه هنا. ها تمام، هاي كي لما بتكون لما بتكون سوجي. هاي المثال الأول حكينا، الآن الوازو كي فولتيج. طيب الآن هنا كي الفونكسيون بتاعت، طبعا أول شيء كيف بدنا نعربها؟ بدنا نعربها بالطريقة التالية، بدنا نكتب مثلا، تمام عن إذنكم شوي، بدنا نكتب لي فونكسيون الناتور. أول شيء إحنا بنحكي عن كي. تمام، أوكي، الناتور تبعت ايه؟ اللي هي بخونو غلتي. تمام؟ اوكي. طيب الفونكسيون بتاعتها شو بدها تكون؟ شو بدها تكون؟ بدها تكون عبارة عن سوجي. تمام؟ أو بإمكانك تحكي طبعًا سوجي دو فيرب بلا بلا بلا. طبعًا في يا جماعة بيحكوا بور أنتيسيدون بلا 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 مثل ما هو مكتوب في الكتاب الصغير هذا، شايفين؟ أنا ما بدي بالطريقة هاي، يعني في بيحكي لك مثلًا إيه هاي الإعراب بتاعتها.
pronom relatif ayant pour antécédent de son autre singulier, bla bla bla. Un seul mot d'ouhad. Un abdari. انت فقط اكتب لي ناتور واكتب لي الفونكسيون بتاعت ناتور شو هو والفونكسيون بتاعتها. تعال نشوف مثال ثاني. مثال ثاني على سبيل المثال في عندنا حكينا لي فام اللي قبل شويه، تمام. هاي مثال ثاني على كي لما بتكون سوجي. نكبر الخط شويه بس بعد اذنكم. اوكي، لي فام كي بافار، النساء التي تثرثر او النساء اللواتي يثرثرن. بافار جاي من فيرب اسمه بافاردي. هلا احنا بدنا كي يا جماعه، هنا ايه بدنا الفونكسيون بتاعت كي. طيب اول شيء قبل كي في عندي اسم، وبعد كي في عندي فعل. فبما انه بعد كي في عندي فعل على طول، فبالتالي كي هي بتكون عباره عن اللي هو السوجي. ليه؟ لانه هي بتحكي عن لي فام، واللي فام طبعا هم عبارة عن سوجي، لأنه أساس الجملة، أساس الجملة اللي فام بافارد، تمام. اللي فام بافارد، النساء تثرثر، فبنحط النساء اللواتي يثرثرن. هنا اللي فام كي بافارد، فبالتالي كي هنا هي بتحكي عن اللي فام اللواتي، بتدل على اللي فام، فبتاخذ نفس وظيفتها، تمام. اوكي، شو وظيفة كي هنا؟ وظيفة كي نفس السدوم، شايفينها؟ اوكي، شايفين؟ هاي وظيفة كي هنا. اوكي، برونو غلاتيف وظيفة السوجي. ناخذ مثال ثالث على السريع. اوكي. لوم كيغي، الرجل الذي يضحك. لوم كيغي. طبعا ماتش الكتاب هذا فيه كثير تفاصيل بصراحة، أنا بحاول أخفف عليكم، أوكي؟ طب خذوا اللي أنا بس بحكي لكم إياه. هلا ثلاثة، هاي مثال ثالث، لوم كيغي، الرجل الذي يضحك. غيجا من فيرب اللي هو غير، يضحك، تمام. اوكي، هلا في عندنا على الانترنت في حاجة اسمها كونجوغور، شايفينها؟ كونجوغور، كتبت غلط. اوكي، هاي لو كونجوغور، تمام. هلا الكونجوغ بتكتب فيه فيرب فيغيغ هيك بصرف لك اياه، بحط له كونجوغي بصرف لك اياه، هي جوغي توغي لا بلا بلا، تمام. اي فعل بدك اياه بصرف لك اياه، على سبيل المثال فير بصرف لك اياه، تمام. هي بصرف لك اياه في الانديكاتيف. احنا حاليا شغالين على اللي هو البريزون، سيبك من باقي الازمنه، مش مطلوبه منا الان، مطلوب منا بس البريزون والباسي كومبوزي. وين الباسي كومبوزي؟ هذا هو، تمام. مطلوب منك كاد وهذا، تمام. اوكي، طيب الآن لوم كيغي هذا مثال ثالث، حكينا عن اللي هو الكي لما بتكون سوجي، تمام. اوكي، طيب شوية بس اسمحوا لي بس هيك عشان نشتغل شغل حلو. اوكي، لوم كيغي الأساس بتاعها اللي هي لوم غي، الرجل يضحك، فبنحط لوم كيغي الرجل الذي يضحك، فالذي نفس وظيفة كي، نفس وظيفة أم، تمام. طيب الان قبل كي شو جاي عندي؟ جاي مباشره اسم بدون حرف جر، بعد كي جاي فعل. اذا توفرت شروط هاي شو بتروح بتحطي؟ بتحكي لي والله يا مسيو مدام هيك الناتور بتاعها برونون غلاتيف والفونكسيون بتاعتها سوجي، تمام يا جماعه. اوكي، طيب هذا اللي هو المثال الثالث. خلينا بك في ثلاث امثله لحد الان. اوكي، طيب بدي اخذ مثال بس ربع بس بعد اذنكم، على بعد اذنكم. موجود عندنا هنا، وين موجود عندنا هنا؟ هذا هو سوف كي بو، تمام. الان سوف مثلا سوف كي مثلا بو، تمام. أو مثلا سوف كيفو، تمام. أنقذ الذي يريد، أنقذ الذي يريد. في عندنا هنا اسم مخفي لأنه هنا فعل، تمام، وفي عندي هنا فعل، فبالتالي في عندي اسم مخفي. كي ما بتيجي بين فعلين، إذا أجت بين فعلين اعرف إنه في عندك اسم مخفي قبلها، تمام. إذا أجت بين فعلين اعرف إنه في عندك اسم مخفي، لأنه أصلها مثلا على سبيل المثال اللي هو سوف لا بيرسون
كيفو انتظر الرجل الذي يريد او الشخص الذي يريد. تمام، واحد بده اياك تنقذه. فطبعا الان عن اذنك شوي بس، اوكي، واحد شخص بده اياك تنقذه، فبالتالي هنا في شخص مخفي. تمام، فانت لحالك بتعملها، يعني لحالك انقذ من يريد، فهي في اساسها انقذ الشخص الذي يريد، اعطي من يريد، اعطي الشخص الذي يريد. ففي عندي اسم مخفي او بخنو مخفي، فبالتالي ما تخاف. في نفس الحاله برضه هاي، اذا انت بتشوف فعل قبلها وفعل بعدها، فبالتالي بتكون نفس الشيء اللي هو النتشوق بتاعها اللي هو بخنو غلاتيف، والفونكسيون بتاعتها ايه؟ بتكون سوجي. تمام؟ اوكي. اشتغل بالطريقه هذه اريح لك بصراحه، انا مدري عليكم. هلا بدنا نشوف كي لما بتاخذ وظيفه غير السوجي، كي لما بتاخذ وظيفه غير السوجي، كيف يعني؟ هلا كي لما بتاخذ وظيفه غير السوجي لما بيكون في امامها او قبلها بريبوزيسيون. ليه؟ في الحاله هي عباره، بتكون عباره عن كومبليمون. تمام؟ عباره عن كومبليمون، وغالبا طبعا هو كومبليمون دوبجي انديريكت. كيف يعني؟ جو كوني لونفون اكي فو سوري. طيب تعالوا نشوف هنا، بدنا نكتبها كي عن اذنكم شوية. كي لما بدها تكون كومبليمون، كومبليمون. تمام، اوكي. هلا المثال الاول، ليش احنا بدنا اسود لون؟ جو كوني l'enfant à qui vous لي طبعا à qui vous ايش كان الفعل à qui vous souriez لمن تبتسمون sourire طبعا يبتسم rire يضحك à qui vous souriez تمام اوكي souriez تمام اوكي هلا يا جماعه je connais l'enfant هلا في عندي كي طيب هلا بعد كي في فعل لا في ايش ضمير قبل كي شو موجود بريبوزيسيون بحكي لك في الحاله هاي في الحاله هاي بدك تكتب الناتور شو شو الناتور بدك تحط الناتور تبعتها بخنو غلاتيف تمام اوكي طب الفونكسيون هل بنفع تحط سوجي هل بنفع تحط سوجي لا ما بنفع تحط سوجي ما بنفع تحط سوجي غلط ليش لانه ما توفرت فيها الشروط انه يجي امامها قبلها اسم وبعدها فعل لا اجى قبلها بريبوزيسيون واجى بعدها نو او برونو تمام فهي الشغله انا بدي احكي لكم اياها ليه لانه هاي الجمله اساسها هاي اساسها فو سوري ا ان انفون انتم بتضحكوا لاسم هلا اكي كي بتحكي عن مين بتحكي عن الانفون صحيح هي في بينهم بريبوزيسيون لكن هي بتحكي عن الانفون صح ولا لا طيب فبما انه هي بتحكي عن الانفون تمام بدنا نشوف شو حكايه الانفون سيبنا من الشق الاول من الجمله بدنا نشتغل على الشق الثاني احنا الشق الثاني هو اللي بيساعدنا انه نجيب شو الوظيفه بتاعت الكي طيب فو سيري ان انفون تمام الان فو سوجي souriez تمام verb à un enfant il y a complément d'objet indirect لانه في عندك عندك préposition طيب الان كي بتحكي عن الانفون شو وظيفه الانفون في الجمله هنا complément d'objet indirect فبالتالي شو عندنا هنا صارت الوظيفه سي point او و اي اللي هي complément d'objet انديريكت في الحاله هاي بيكون الكي كومبليمون مش سوجي ليه لانه ما اجى قبلها اسم وبعدها فعل اجى قبلها بريبوزيسيون تمام وبعدها ايش اسم او برونو ضمير بناخذ مثال ثاني جي كروازي يعني انا التقيت بالصدفه يعني لا فام يعني انا التقيت وانا ماشي اوكي كروازي يعني معناها كيف يلتقي هيك بالصدفه يعني تمام انت رايح مشوار والله شفت فلان بالصدفه بتحكي جيك كروازي تمام اوكي
وهي برضو معناها صليب، يعني كروازونس لو صليب، تمام؟ اوكي كروازونس، لان جي كروازي لا فام، اوكي اكي او افيك كي، افيك كي tu travailles. الان جي كروازي لا فام افيك كي، هلا كي يا جماعه تعالوا نشوف الناتور بتاعتها. هاي الناتور، الناتور تبعتها معروفة اللي هي برونون غولاتيف، مزبوط. طيب شو الفونكسيون بتاعتها؟ الفونكسيون بتاعتها بدنا نعرف الفونكسيون بتاعتها. هلا اول شيء احنا بنشتغل على كي، كي احنا لحتى الان ما بنعرف شو الفونكسيون بتاعتها. هل في وراها فعل؟ لا ما فيها. صح في فعل لكن احنا بنحكي مباشرة، هل في وراها فعل؟ لا ما في فعل، في ايه؟ في ضمير او اسم. طيب موجود عندنا هنا ضمير، شو في قبلها؟ موجود بريبوزيسيون. بما انه موجود وراها اسم او ضمير وقبلها بريبوزيسيون فهي كومبليمون دو بجي. طيب انديريكت، ليش؟ لانه هنا اساسها الاساس تبع الجمله الثانيه، طبعا tu travailles avec la femme، انت بتشتغل مع المراه، او افيك اون فام تشتغل مع امراه، او لا فام نفس الحاجه. الان tu travailles، tu sujet travail verb avec préposition femme complément d'objet indirect، لانه اجت معنى ايه؟ طبعا افيك. طيب الان يا جماعه اللي بصير عندنا شو؟ انه بما انه الفام complément d'objet indirect يبقى الكي بدها تكون complément d'objet indirect، فبالتالي الفونكسيون بتاعتها بدها تصير كومبليمون دوبجي انديريكت. تعالوا نشوف مثال ثاني. طبعا افيك احيانا تجي سي دا كومبانيومون سيبونا منه، لان هذيك لما يكون في عندنا اكومبانيومون، اخذنا الكومبليمون سيركونسونسيل دا كومبانيومون لما انت بتكون رايح مع شخص، جون بلاد او جون بخومين افيك مون شيان، هذيك بنسميها كومبانيومون، تمام؟ اوكي تعالوا نشوف اذا في عندنا اللي هي طبعا وظائف ثانيه. الاكي، وين اكي؟ بدنا نشوف. هاي لوم افيك كي ال سو برومين، هاي عندنا مثال. لوم افيك كي ال سو برومين، شو اساس الجملة هاي؟ ال، نجيب الجملة الثانية. ابدا معلش اسمحوا لي شوي بس تعبان شوية. اوكي طيب كيف بدنا نعرف الفونكسيون بتاعتها؟ خليك شوي كمل معي، خذ الجملة الثانية ال، تمام؟ سو برومين افيك لوم. طيب هلا وظيفة الأم هنا كومبليمون دوبجي، آسف هي وظيفة الأم هنا، هلا ديروا بالكم هنا إل سو بخومين، الفعل بخومين يعني يتمشى، يتمشى مع رجل، فالرجل هنا بسميه سي سي دو كومبانيمون يعني مرافقة، في مرافقة رايح معه في المعية، ولكن احنا هنا يعمل مع أحد مش مرافقة، هذا ما بيرافقه، تمام؟ اوكي طيب الان ال سوبخومين افيك لوم يعني هي ايه؟ وديروا بالكم اساسا كل السي دا كومبانيون، كل الكومبليمون سيركونسيل هو في الاساس كومبليمون انديريكت، تمام؟ اوكي الان ال سوبخومين افيك لوم، طب شو وظيفه الام هنا؟ طيب تعالوا نشوف اول حاجه ايش الناتور بتاعت اللي هي كي. الناتور بتاعت كي والفونكسيون بتاعت كي هما نفسهم الناتور والفونكسيون بتاعون الام. طيب شو الوظيفة الناتور بتاعت الام اللي هي اول حاجة، اسف اسمحوا لي اسف شوية، الناتور بتاعت الكي هي برونون غولاتيف، تمام؟ اوكي الفونكسيون بس مش الناتور، الفونكسيون بتاعت الكي هي نفس الفونكسيون بتاعت الام، لانه الناتور بتاعت الكي برونون غولاتيف. انا حكيت جمله غلط قبل شوي، حكيت الناتور الفونكسيون بتاعت الكي هما بتوع الام، لا غلط، اللي هو الناتور بتاعت الكي برونون غولاتيف والناتور بتاعت الام نو، ولكن الفونكسيون هي الوحده. الفونكسيون هنا
هي عبارة عن سلسلة داكومبانيمون، شايفينها؟ كومبليمون سيركونسونسيال داكومبانيمون، شايفينها؟ اوكي. طيب طيب اللي احنا بدنا نحكيه هنا، بدنا نختصر لانه ما بدنا نضلنا نطول بس في شغلتين من الكم الهائل اللي عندنا. اللي احنا بدنا نحكيه هنا انه بامكانه يجي كي كون سوجي، متى بتكون سوجي؟ فقط اذا اجى قبلها اسم وبعدها فعل، او اذا اجى قبلها فعل وبعدها فعل، في الحاله هذه بيكون الاسم مخفي. ومتى بتكون كومبليمون؟ بتكون كومبليمون اذا اجى قبلها اللي هو بريبوزيسيون، وبيجي بعدها طبعا اللي هي نو او برونو، اسم او ضمير. طيب طيب انو كومبليمون لما بده يجي قبلها، طبعا هي لما الكي لما بده يجي قبلها بريبوزيسيون بعدها نو او برونو، شو هو الكومبليمون؟ ممكن يكون كومبليمون دوبجي انديريكت، او ممكن يكون كومبليمون سيركونسونسيل، اي واحد من السيركونسونسيل. تمام، على سبيل المثال، اوكي، جي ها جي في l'enfant ou le garçon ou j'ai vu le patron tamam pour qui tu travailles شو معناها؟ j'ai vu يعني انا رأيت le patron اللي هو رب العمل او سيد العمل تمام او المعلم يعني pour qui tu travailles شو اساس سهلة؟ انا بدي اجيب اللي هو النature والفونكسيون بتوع هذا، تمام؟ بتوع اللي هو كي يعني. بدي اجيب الناتور والفونكسيون بتوع كي، تعال نشوف شو هم. الآن اسمحوا لي شوية صغيرة بس، اوكي. هلا احنا بدنا اللي هو الناتور والفونكسيون بتوع كي. أول حاجة الناتور بتاعت كي معروفة اللي هي بخنون غلاتيف. طبعا بإمكانك تكتب سامبل. تمام؟ اوكي، ولما تكون كومبوزي بتكتب كومبوزي. الفونكسيون احنا بدنا نشوف شو هي الفونكسيون. تعال نشوف شو الفونكسيون، بدنا نجيب الجملة الثانية. Tu travailles, اوكي، pour un patron أو pour le patron. أنت بتشتغل للباترون، للمعلم. هلا، طيب، tu sujet travaille, verbe. طب اللي هو patron، الفونكسيون بتاعت الباترون هي نفس الفونكسيون بتاعت الكي. تمام، فبالتالي بدنا نجيب الفونكسيون الان. tu sujet travail verbe pour اللي هو بريبوزيسيون باترون كومبليمون، طبعا ولكن كومبليمون دوبجي، لكن مش ديريكت، بنسميها كومبليمون سيركونسونسيال دو بوت. ذاكرين لما نحن اخذنا السي سي دو بوت وراجعوا دروسكم السابقة راح تلاقوا الكلام الصحيح. تمام، هذا هو بالنسبة اللي هو كي لما بتكون سوجي وكي لما بتكون كومبليمون. نتشكركم كثير، واللقاء في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم.